اليوم اخترنا نعمل مبادرة وهي توعية لإشارات السير. كنا طابعين إشارات السير على أوراق ومؤسسينهم ورحنا صرنا نسأل كل شخص من العالم عن 3 إشارات سير. هاي شو؟ هيدي ممنوع التجاوز. طيب هيدي شو؟ هيدي في مطب. واي. إشارة المرور. أنا اليوم معي 3 إشارات سير. الأولى هي إشارة المرور وإنه ما لازم نتخطى إشارة المرور لحتى ما نعمل أي حادث، والثانية إنه هي احذر في مطب، أما الثالثة فهي ممنوع تتجاوز أي سيارة. شو هاي؟ هيدي معناتها إنه في عندك ممر للمشاة. وهاي؟ هيدي معناتها في مفرق. وهاي؟ هيدي معناتها في محل مدرسة، عندك ولاد عم بيقطعوا. سألت مدام عن إشارات السير طلعت ما بتعرف ولا وحدة، فكيف فكرت كيف بتسوق؟ إنه بركي عملت شي حادث بالسيارة أو خبطت شي ولد. قد ايه صار لك بتسوقي؟ شي 40 سنة. يعني بتعرف إشارة المرور؟ يعني مش كتير. طيب فيك تقولي شو هاي؟ ما بعرف. لا هاي ما بعرفها. تفرع إلا اليمين. بتعرفي هاي؟ هاي ما تقطع ولا نقطة. ولا نقطة أبدا. ما أنا جاوبت عنك. تعلمتني 3 إشارات لك وأنت حمليتين. انتبه أطفال، ممر مشاة، تفرع إلى اليمين. أنا اليوم كان معي 3 إشارات سير، كنت عم أسأل الناس عليهم، بعضهم بيعرفون وبعضهم ما بيعرفون. شو سيارة؟ أكيد. قديش صار لك بتسوق؟ شي 7 سنين. بتعرف الإشارات؟ أكيد. فيك تشوف لي هيدول إذا بتعرفهم؟ ممنوع تزمر. وهاي؟ ممنوع تمشي أكثر من 60. وهاي؟ هاي ممنوع تركب حصان. المهم إنه نعمل حملة توعية مشان الحوادث الكتيرة. تعلمت إنه نحترم قوانين السير وإشارات السير، وعملنا يعني للناس وعرفناهم على إشارات السير وسألناهم أسئلة. بدي أسألك عن إشارات السير، هاي شو يعني؟ هي يعني الكاميون اللي حيقطع. لا هاي ممنوع يقطع الكاميونات. ممنوع يقطع. طب هاي دي طريق بتزحط. مزبوط. هاي بتكون واسعة وبتضيق الطريق. مزبوط. اليوم أنا كنت عم بحكي مع شخص صار في صوت كتير قوي ورانا، طلع حادث، شخصين ضرب، واحد ضرب بالتاني. وراي صار في حادث، حادث صار معي، أنا شوفير تاكسي وصار معي حادث وراي، وعادي رواق يعني مثل كل لبنان، يعني كل لبنان بيصير حوادث، والحمد لله سليمة، يعني أنا سليم والشاب سليم. كل الناس السلماء مع بعض. قد ايه ما بواجه اللي بيمشوا على اشارات السير، يعني كلها على ما تمشي ولا على اشاره، الا اذا كان في عشقه وخلص انه لازم يوقف بيوقف، اذا ما في حدا بيمشي لو احمر. ومن بعد ما نسالهم ويجاوبوا كنا نعطيهم ورقه مطبوع عليها كل اشارات السير. بدي اعطيك هيدي الورقه مشان ما تضل تغلبط وتتذكر. كلك ذوق، ميرسي، الله يقويك، يعطيك العافيه. المبادره كثير منيحه. وكان لازم يعملوها من قبل، في حق شوية على الدولة وحق شوية على المواطنين يلي بس بينقوا ما بيلتزموا بإشارات السير وما بيعملوا هذا الشيء. يعطيكم العافية. كتير مهمة لأنه أصلاً الكبار ما بيعرفوا. حبيت المبادرة كتير، يعني إذا كبرت وأنا حبيت أسوق سيارة بكون متعلمة كيف أمشي على إشارات السير. كتير منيح، ويا ريت كل العالم تنتظم بإشارات السير، وأهم شيء إشارة الحمراء، ما حدا يقطع إشارة حمراء لأنه نص الحوادث من وراها. من بعد مبادرة اليوم اكتشفت انه بعض الناس فيها، بعض الناس انه بتعرفها وبعض لا، ومن هون عرفت انه مهمة حملة التوعية، مهمة كتير، لازم على طول بنعيدها، ما بس نسويها مرة وبنتركها. وان شاء الله من بعد هذا اليوم انه العالم تحفظ الورق اللي وزعناها اياهم عن اشارات السير. بقول للعالم انه السواقة منا لعبة، السواقة لازم تحترم قوانينها وقوانين السير
وإشارات السير. وأنت عم تسوق لازم تحافظ على حياتك وحياة الشخص اللي ماشي بالطريق.